السلام عليكم، اهلا اخواتي واخوتي، مرحبا بكم في قناه يوميات بسمه ام. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل لاباس بخير يا رب. اليوم يا روتين نكونوا وعدين نحب نشارك مع اخواتي هاد روتين تاع نهاري. الدنجال جابوه لي غسلته مليح، انا قطع حبه على زوج. الوصفه هذه شفتها في تيك توك عجبتني، والحبه كما تشوفوا نقطعوها هكا مربعات بالطول وبالعرض، نتحصلوا على مربعات. وصفه تجي صحيه ما شاء الله، قطعوا الكميه اللي تحتاجوها، نتوما جربوا بحبه ولا زوج، اذا عجبتكم توليو معتمدينها وديروها دائما لولادكم والافراد العائله تاعكم. هنا عندي الثوم قطعته دوائر، الثوم راه صحي. اللي تحب تربيه تربيه، انا كيما شفت الوصفه درت رشه تاع ملح فوق كل حبه، درت رشه تاع ملح ورشه تاع الزعتر مرحي وغبره. وديروا نتوما في الطبسي، ديروا شويه زيت وبداو بالبانسو تدهنوا، لا تقطروا عليها قطيرات وتشربوها مليح مليح هذيك النقيطه، ما تكثروش الزيت. انا حابين تجي مشويه هاد الدنجال، وفي هذوك المربعات ندخل داك الفصيصات تاع الثوم، وكي طيب يجي روعه ما يبقاش فيه من الحرار، وراه مصحي يجي كل شيء مشوي. نجيب الصينيه، واللي ما تحبش بنه الزعتر ولا ديري الزيت وشويه تاع ملح وصاي. انا درت النص بالنص، وجات تاع الزعتر جاتني رائع، احسن من اللي بلا. من بعد بدينا نرشوا الزعتر وحده. من جهه اخرى كنت عاجنه هنا هذا الخبز بالزرارة، دائما نحب نشارك مع خواتاتي. ومن كنت دايره خبز هذه تجي ناشفه، ما نديرهاش جاريه كيما الخبز المطلوع، نديرو شويه جاري بصح اللي نخدمو بها طاكوس ولا نديروها شويه حاكمه روحها. وندير بابي كويسون في الصينيه وندخلو الكوشه، نشعلو من التحت ومن بعد من الفوق، واللي يشعل في زوج تشعل في زوج، ما يديوش وقت كبير، تخليهم حتى يتحمروا. تشوفوني ندخل فيها الفرشيطه طابت في بالك ربع ساعه تقريبا، ربع ساعه كانت طايبه. انا شعلت لها من التحت ومن الفوق، خليوها تتحمر وطفيولها. والله مع الخبز تجي بنينه بزاف وصحيه. هنا من بعد ما خرجت الدنجال مشوي درت الخبيزات، انا قطعتهم في السميد يجيو روعه. هنا نطيب وحده بوحده، نخرج وحده ومن بعد ندخل الاخرى. الخبز اللي درته معاكم شحال من مره كامل الاخوات ما يعرفوها، تحب نحطها لكم في المنتدى ولا تشوفوها نعاود. وهذا الخبز اللي درته شويه حاكمه روحها، درته خبيزه تاع طاكوس. راك تشوفني ندير مي طيبو. حب درت معاكم زوج طرق، وحده بالخماره وحده بلا خماره. هاد الطريقه هذه فيها شويه تاع خماره جات روعه. هنا درت كيما الهامبرغر بصح قرصتهم شويه باش يجيو رقاق. وهاد الخبز كان كثر تبقى تاع نهار كامل وتبقى حتى الغد واليه، باش الصباح ما نصبحوش نعاودو نطيبو ولا اللي يبقى من هذاك الخبز ثاني نشربو بها قهوه تاع الصباح ولا الحليب. واللي يبقى تخبوه في الثلاجه ما عليه والو، كي تدفيوه كانك طيبتيه متمتم. شوفوا دائما الخبز تاع الطاكوس ديروا سربيته وغطوهم في كيس بلاستيك باش يقعدوا رطب طريين وما ينشفوا لكم. شوف هنا درت البصل والفلفل والفيون باش يتقلاو مع بعضهم، والدنجال راك تشوفوا جا طري ما شاء الله. زدت شويه تاع فريت باش ندير في الطاكوس. وهاد الحشوه اللي درتها في الطاكوس نحيت شويه من الدنجال بالمغرفه، قلعت هذاك الوسط تاعو مع راه متبل بالثوم كامل، ودرت هاد الخبز كما تشوفوا جات فارغه من الداخل. كنت خدمتها معاكم شحال من مره بالزراره. الطاكوس زدت فيه شويه تاع دنجال، شويه ديك البصل اللي قليته مع الفلفل ومع اللحم المرحي وكامل، وزدت شويه فريت وكريمه سائله خدمتها مع الفرماج كامل كجبن، نديروه في الوسط وحمرتهم في المقله. شوفوا الطاكوس يجي روعه، مقادير اقتصاديه راني يعني ديرته معكم دائما، عندي معتمد في الدار اسهل حاجه. تشوفوا يجي معمر، تجيب الخبز يجي مقرمشه مع هذا الدنجال، جات وصفه رائعه. هذا روتين تاع يومين، هذا يوم اليامات الماضيه ما كنتش نصور بصح ما كنتش نحط لكم فيديوهات عليها، درت لكم يومين في نهار في فيديو واحد كما تشوفوا. حتى الخبيزات كما الهامبرغر تنجموا ديروا فيه فيهم شويه دنجال شويه هذيك الصلصه. من جهه اخرى كنت دايره ثاني بالكوكس، درته معاكم شحال من مره. فتت هنا اللحم اللي يحب، كاين اللي ما يحبوش مع بالكوكس، خليت اللحم وحده وبالكوكس وحده جا روعه. ما حبيتش نصوره لكم من الاول للاخير. هادو الحوايج اللي فطرنا بهم اللي بقاو لنا تعشينا بهم، نعمه الله محفظها من الزوال. هنا ما خدمتش التعمير، المره الجايه ان شاء الله كي ندير التعمير نصور لكم ان شاء الله. لا
الكوكس جا كيما تاع النافسات روعة، وخاصة كي طيبناه باللحم تاع الخروف جا ما شاء الله. هكا تضمنوا كي تكثروا كي تدخلوا الكوزينه ضربه واحده نديروا كامل الوصفات، لقدر ما نقدروا ضربه واحده نطيبوا ونقلوا ونديروا كل شيء اي وقت، ومن بعد نحموا بوقت ثاني نحموا وصاي. وراشيه شربنا على تما كنا شبعانين، حتى كيما الكاطو اللي يحب ياكل ياكل، ماكس تكون كالي الوجبه مخدومه خبز تاع الدار تشبعوا ما تقدروش تاكلوا. هذا الكاطو كامل كنت خدمته معاكم، نحط لكم في صندوق الوصف ان شاء الله، ولا روحوا شوفوا الفيديوهات السابقين راني يعني مصورت لكم. جا طري بزاف هذا، ما يدخل ما ندخلوش الكوشه، طيبته خاصه كيكون الحمان نديرو كل شيء بارد في بارد. جا بنين بزاف يغرم. هادو طارتويلات خدمت معاكم شحال من مره، ساهلين تاني نيسلي تاني اللي خدمت معاكم. تروحوا تشوفوا فيديوهات سابقين تخدموا، يقعد مده طويله تشوفوا الكاطور عندي فيه مده مازال نيسلي سائل ما شاء الله. هذاك الكاطو تاع الابيض اللي فيه على شكل فيريو روشي تاني مخدوم فيه الكوفريت، يقعد يقرمش غير وكان يقعد فايت شهر في الدار. والله غير ممكن كثرت بنتم عليها، حبيت نعاود نصور لكم باش تعرفوا بلي نشوف ندير الوصفه ونعاود نجربها ونعاود. هنا هذه مقتطفات من تاع العيد الكبير، هذيك الريه وهذه الكرشه كنتو شفتوني كيفاش غسلتهم عقمتهم مليح مليح. هنا الكرشه تحبوا تغسل تكرطوها، تحبوا تخليوها تحبوا تكرطوها ترجع بيضاء، تحبوا تخليوها بهذيك هذاك الكحل تاعها. هذه الوصفات تنجموا تخليوها بهذا الكحل تاعها، تسلقوها في الماء طيبوها مليح مليح باش ما تقعدش تزلق لكم، ومن بعد قطعوها شويه صغيره هكا بالمقص راك تشوفها طايبه ولا صاي طابت زبده. نرحيها هذا العصبان الوهراني يجي في كاسكروطات يجي بنين بزاف. شوف من بعد ما طابوا شويه مصارن شويه ريه وشويه نتاع الكرشه، هادو من تاع العيد كنت انا سقدتهم نهار العيد وجمدته كما تشوفوا هكا مرحين. خبيوهم اكياس كي تحتاجوهم تجبدوهم في اي وقت، نجمو تشريو بالكيلو. ديرت له شويه تاع قزبر توابل كامل انواع، ربيت حبه بصل الملح كلشي التوابل كما تشوفوا. ونسلقوا الروز ثاني نديروا تقريبا الكميه على حساب افراد العائله، الروز مسلوق تحبوا طيبوه مليح مليح تحبوا طيبوه نص طيبه، وتخلطوا كامل هاد المكونات هذا العصبان الوهراني في الخبز تاع المطلوع وزريعه القزبر ثاني ما تنساوهاش والقزبر الخضر، خلطوهم كامل مع بعضهم. هنا هذا نهار اخر الغدوه لي، هنا خبيزات نتاع مطلوع صغير ميني مطلوع صغير هذا باش يجيو فيهم العصبان يجي روعه يجي بنين بزاف. لازم نجمو ديروه حتى في الخبز تاع بورانجي بصح في المطلوع يجي خير. هنا تشوفوا هذا ندير على جهتين، والثوم ما تنساوش الثوم ثاني، كركم فلفل احمر كل شيء. هنا دايره هذه بالملح وحده بلا ملح، ربي يشافي كل مريض ويعافيكم يا رب، باش هكا ما تحرموا حتى شي واحد من الاكلات. نجمو نديرو كل الماكولات اللي يتباعوا برا نخدموهم في الدار. انا درت بلا وحده بالملح وحده بلا ملح، نخلطو كامل المكونات نديروهم في الكوشه يطيبو، نشعل من تحت من بعد نحمروهم من الفوق ونطفيهم. وهنا الخبيزات، الخبز دايما راني نديرها معاكم، قطعت قريصات صغار نجمو نديرهم اقل من هكا، انا نقرصهم مليح باش ما يجيوش خشان بزاف ما يجيش فيهم هذيك البابه، خليوه حتى يطيب مليح. هذا الرز راه طايب كلشي راه طايب، ينشف يتحمر لنا شويه ويكون واجد. هنا طيبته في ديروه في الطاجين فوق الغاز في الفرن ولا في الكحل، ديروه في المقله ولا طاجين هذا تاع الطين ولا كيما تحبوا. طيب من تحت البنات الصغار ديروا فوق بابي كويسو باش يجيوكم ساهلين، تنجموا تحطوا الحبه بلا ما تخسروها بيديكم. هادو افكار نعطيهم البنات الصغار، تمحت النساء الكبارات ما شاء الله راهم شاطرات كامل ونساء تاع دار. هنا دائما الخبز هاد المطلوعات حلو حبه على زوج بالسكين بالخدمي ودهنوه بشويه فرماج وديروا هاد العصبان يجي روعه وبنين بزاف. جربوا هاد الوصفات ولادكم يحبوهم، انا عليها كي ندير حاجه لولادي نحب نفكركم معكم. تخدمت معكم تحبوا تشوفوا الوصفه بالتفصيل دونك حطيت لكم صندوق الوصف، تنجموا تروحوا الفيديوهات تاعي السابقين كلشي راه انا مصورت لكم بالتفصيل من الاول حتى للتالي. الخبزات انا كبرتهم شويه راني نحل فيهم بالموس تاع المنشار، ندهن بشويه فرماج وندير شويه نتاع العصبان يجي روعه يحبوه الكبار والصغار. حنا نديرو السباب ولادنا حنا تاني نحبوا هاد الحوايج.
كما كتشوفون ندهن هذاك الفرماج، من جهه اخرى كنحيت البلا تاع الحصبان هذا، درت الفلفلين شوالي في الكوشه، نشعلو من تحت من الفوق ونجهدلو من الفوق في دقائق يتحمر في 90 شوا، ونديرو في بلاصه يعرق، ما ديروش في كيس بلاستيك، من الاحسن نقصوا حوايج تاع البلاستيك، ديروا في حاجه سوبيره اللي نديروا فيها الحريره ولا بلعوا عليها يعرق لكم، نقوه بسرعه وطيبوا الفلفل. راه وقت الفلفل تاني راه خيرات ربي، ديروه بالثوم، الثوم راه دواء خاصه الامراض كثروا كامل، هذه كورونا كامل ما كاش كيما البصل، كثروا البصل والثوم فطيبكم، تنجموا تاكلوا حتى خضرين سلطات، ديروا بهم اي حاجه كثروا منهم. شوفوا جا رقاق، انا قرصت مليح مليح حتى ولا رقاق بزاف. جربوا هاد الوصفات حبيباتي، واللي وصلت معايا لهنا ما تنسانيش اللايك، واللي دخلتوا جداد معنا مرحبا بك، ما تنساوناش اشتراك وتفعيل الجرس. هنا درت شويه ثوم قليته في شويه زيت، وقصيت طماطم مربعات قشرتها، وتحبوا تشويوها تحبوا تخليوها خضراء وقصوها رقيقه وديروها طيب، هي تذوب في السات. واللي هذه شكشوكة كاين يسميها حميس، كل واحد كيسميها في الجزائر، الطماطم تشوفوها صايدة بالبلد، كيف كنت قشرتو من جهة أخرى، نضيفو عليها ضيفو رشة تاع الملح، نجمو ديروه سلطة فلفل مع طماطيش تاني سلطة. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.